المساء بعنوان المتسولون. كل إنتاج محلي من أعضاء المسرح الوطني سبها. الحقيقة هذا العمل واجهتنا فيه بعض الصعوبات البسيطة تغلبنا عليها، وهي الإمكانيات. هذا العمل يعني هو إمكانيات ذاتية بحتة صرفة، ما يعني لم نجد أي جهة حق يعني من الجهات المسؤولة أنها تتبنى العمل أو تتبنى المسرحيين، عدا أن البلدية الحقيقة يعني وفرت لنا هذا المكان خشبة المسرح، ومن خلال الحقيقة يعني جهود الأستاذ عمر صالح المسعود نشكر الحقيقة، أيضا الأستاذ حسن الشاوش باعتباره شرف الهيئة العامة للمسرح المصري بمنطقة الجنوب الآن، الحقيقة أيضا وقف معنا بإمكانيات نستطيع أن نقدمها. ونحن العمل هذا في مجموعة من الشباب يعني الآن يحاولوا أنهم ينضموا أو ينضموهم إلى كادر المسرح الوطني، أنهم يكونوا دماء جديدة للمسرح الوطني. هؤلاء الشباب الحقيقة يعني حتشوفون اليوم على خشبة المسرح معاهم ممثلين قدر يعني أيضا كانوا قدموا فترات أعمال مسرحية. نتمنى إن شاء الله أن يكون عمل المتسولون ينال إعجاب المشاهد الكريم، وأن تكون بداية انطلاقة إن شاء الله للمسرح الوطني. أحلام 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 بالمجان. طبعا معكم مع أصيل المليوني إعلامي سابق كلها سابق وأيضا ممثل مسرحي في الوقت الحالي. طبعا كانت مسرحية المتسولون لأول مرة إني نكون فيها، أول شيء باللغة العربية الفصحى، وثاني شيء إني ناخذ الدور هذا، دور حد يعني أكبر مني في السن، وإن شاء الله نكون إني أتقنت أو جبت حتى النصف منه يعني، وإن شاء الله هو الجمهور يحكم. طبعا المسرحية هذه عودة للمسرح الشعبي أو الوطني في سبا بعد غياب أكثر من 5 سنين. طبعا كنا ندور نحاول نقدم أعمال لكن للأسف ما شفتش النور، بس المسرحية هذه الحمد لله نحمد ربي، سعيد جدا إن اليوم نعرض. حرارة روحك مرتفعة. كم مضى من الوقت على ولادتك؟ ما زال 200 ساعة. الصغار في ساعاته. نشرح في هذا السويد طبعا مذيعة ممثلة مسرح اليوم مسرحية المتسولين اللي كانت من إعداد وإخراج الأستاذ الفاضل علي الأمين. يعني بجديات لو نتكلموا على اللي نشوفوا فيه توا نحس نشوة كبيرة من النجاح يعني لهي. ونتمنى ان الاراء عند الناس تكون افضل من كده. يعني المسرح بعد 6 سنوات عن المسرح وبعد 6 سنوات يعني كان عندنا طبعا خليط من الخوف والتوتر والقلق وكيف بنقابل الجمهور مره ثانيه، هل بنقدر نكسر الحاجز او لا، بس الحمد لله ما التوفيق الا من عند الله سبحانه وتعالى. حراره الحياه مرتفعه، لما هذا الاطار؟ ذراعان، ساقان، قدمان، كليتان، عينان. لقد نسوا اسمك. سلام البخاري عضو المسرح الوطني سبها. أنا في هذا العمل مخرج المساعد لمسرحية المتسولون من تأليف وإخراج الأستاذ علي أحمد حبيب. هذه المسرحية العالمية ذات موضوع إنساني يخص المتسولين والعدالة الاجتماعية وظلم الطبقة الفقيرة في هذا المجتمع الدولي. طبعا هذا العمل بعد ركود فتره زمنيه في المسرح الوطني سبها، هذا العمل فيه تجانس حقيقه وفي دماء جديده، وانا احيي هذا الكاتب والمخرج والطاقم اللي معانا سواء كان طاقم فني او المسرحيين الاوائل الرعيل الاول من المسرح، وكذلك الجيل الجديد من المسرح، اتمنى لهم التوفيق والاستمرار. الحكمه لا تليق بك. لا
لا أدعيها أيتها الشحاتة.